السلام عليكم طلابتنا الأعزاء. اليوم الدرس الأول راح يكون تعليمكم شلون تنصبون البورلاند سي بلس بلس كومبايلر. نجي هنا يكون هذا سيت اب، سوي دبل كليك على السيت اب، راح تنفتح هذه النافذة، نستمر بالنكست next 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 وانستول. راح تطلع هذه النافذة تبين لكم التقدم بالتنصيب، تنتظروه الى ان يكمل. ما يتأخر هو هواي لأنه البرنامج قديم، فبسرعة يتنصب. طبعا على الويندوز 64 نوعا ما راح يشتغل 100%، بس احنا ما عندنا برامج راح تحتاج إلى الكفاءة الكاملة من البرنامج، فشغل إن شاء الله ما راح يكون فيه مشاكل. قررت أوقفه شوية لأنه طول زيادة عن اللزوم. هسه قاعد أكمل التنصيب، هذي أكملها next سيبها أوكي. طبعا ما يحتاج registration لأنه الشركة أصلا انتهت. هسه كملنا، نصبنا الكومبايلر كاملا، هذي ما نحتاجها. نجي هنا على start، نجي نشوف البورلاند سي. احنا ما راح نحتاج كثير من هذني الايقونات، راح نحتاج فقط هذه. تدوس عليها رايت كليك ونقول له بن تو تاسك بار، حتى تكون هنا امامكم بسهولة تقدرون تصلون اليه. اللي يحب يطي خصوصا مستخدمي ويندوز 7 فما فوق ينطي بالادفانسد، هنا ينطي صلاحية ادمنستريتر حتى ما يواجه مشكلة بكتابة الملفات بالمستقبل ان شاء الله لما تكتبون برامجكم. تجي هنا تدوس عليه كليك، طبعا راح يشتغل، تبدي تكتب برنامجك. هنا كثير من الطلبة قد يحتاجون ان يعرفون شلون يعدلون الخط. تجي على الانفايرومنت، على الاديتر، على الديسبلاي، هنا تقدر تعدل الخط، تكبره حسب ما تشوفه مناسب، تكبر الكمبايلر وتبدي تكتب برنامجك.